شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطولة العالم لسباقات الفورمولا إي في افتتاحية الموسم الخامس من الفورمولا إي والتي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط على حلبة الدرعية بالرياض اليوم. كما حضر السباق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وقد هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والشعب السعودي الشقيق بنجاح استضافة حلبة الدرعية بطولة العالم لسباقات الفورمولا إي وأشاد سموه بهذه الحلبة التي تأتي متكاملة مع الاهتمام بتعزيز رياضة السيارات في الشرق الأوسط. وقال سموه إن رياضة سباقات السيارات قد شهدت تنوعا كبيرا في المنطقة انطلاقا من مثل هذه الحلبات المتطورة التي تتسع للسباقات العالمية للمحركات سواء على مستوى الفورمولا 1 والفورمولا 3 وغيرها من سباقات المحركات التي شهدنا اليوم انطلاق واحد من أهم سباقات الفورمولا إي العالمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. ونوه سموه بأن أي منجزات تحققها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هو مصدر فخر واعتزاز لنا كون نجاحها هو نجاح لنا في مملكة البحرين، معربا سموه عن سروره باطلاعه على مرافق الحلبة التي تعتبر من الحلبات الواعدة في المنطقة بمرافقها المميزة، مشيرا سموه إلى ما تمثله هذه المرافق الوطنية المميزة من دور في التنمية الاقتصادية من خلال احتضان الفعاليات العالمية، مضيفا سموه إننا في مملكة البحرين ننظر إلى انتشار هذا النوع من الرياضات والحلبات في دول مجلس التعاون بتفاؤل كونها تعكس الإمكانات الكبيرة والاستعدادات التي تمتلكها دولنا في استضافة مختلف الفعاليات الدولية اعتمادا على كوادر وطنية استفادت من الفرص التي تتاح لها، مما أضفى على هذه الفعاليات العالمية طابع الهوية الخليجية. كما عبر سموه عن اعتزازه بمشاركة الشباب البحريني إلى جانب أشقائهم في المملكة العربية السعودية في مختلف الجوانب الفنية، خاصة وأن أبناء البحرين قد اكتسبوا خبرة تراكمية في الإشراف والتنظيم لسباقات السيارات وفي مقدمتها الفورمولا 1، وهو ما مكنهم من وضع خبرتهم لمساندة الدول الشقيقة والصديقة في تنظيم سباقات المحركات، متمنيا سموه للقائمين على حلبة سباقات الفورمولا إي كل التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة لدعم سباقات السيارات في الشرق الأوسط.